يا رب ابو خالد احنا صورنا استعملوا جولي ايش مظبوط لا طبيعي احنا واقفين على ارض مدرسة الاعدادية الثالثة. احنا بنعرف الازمة اللي كانت في المدرستين، ان كان في مدرسة الحلان او في مدرسة طه حسين. يعني في طه حسين العدد اكثر من 1000 طالب، وطبيعي هذا وضع غير مريح لا من ناحية تربوية ولا من ناحية تعليمية. فاجت هاي المدرسة عشان تحل مشكلة الازمة الموجودة. فالحمد لله قصة الاعداديات من ورانا. في 1-9 بكون عندنا 3 مدارس اعداديات، وعمليا في كل مدرسة بيكون العدد بين 500 ل 600 طالب. بالنسبة للاعداديات طبيعي الكل بيعرف قاعدين نبني مدرسة ام كلثوم الابتدائية في الحي الغربي الجنوبي من هاي المدينة، والهدف برضو عشان نخفف عدد الطلاب في الصفوف، والاهم انه بنوفر الامن والامان لطلابنا، انه بدل ما يقطعوا الشارع من الجهة الجنوبية للجهة الشمالية. فاذا احنا بناخذ انه حلينا مشكلة الاعداديات وحلينا مشكلة الابتدائيات في الوقت اللي قاعدين نسوي جناح إدارة في مدرسة وادي العين عند الأخت سوار شلاطة. فقصة الابتدائيات والابتدائيات الحمد لله رب العالمين محلولة. إذا بنأخذ هاي المنطقة بالذات، في عنا قرية تربوية ثقافية كاملة. يعني إذا إحنا بنأخذ الجنيم، إذا بنأخذ الابتدائية الإعدادية الثانوية التكنولوجية الموجودة، الشارع ال 24 متر اللي عمليا في مصادق عليه من وزارة الموصلات. فمنشوف الحمد لله رب العالمين انه انحلت مشكلة الغرف الدراسية، انحلت مشكلة الاعداديات والابتدائيات، انحلت مشكلة الشارع، يعني شارع 24 اللي اجت يخدم المنطقة الصناعية، زائد القرية التربوية الثقافية اللي احنا موجودين فيها. طبيعي لما احنا بنحكي هون بس هاي المدرسة لحالها بتكلفة 22 مليون شيكل. فالحمد لله جهاز التربية والتعليم بخير، النتائج مشرفة. قلنا في الماضي بناء الإنسان، بس برضو بناء الإنسان مهم، ولكن بنفس الوقت تحضر له البنية التحتية اللي بتليق لهذا الطالب. فالحمد لله احنا في الطريق الصح. استيعاب المدرسة لعدد الطلاب اللي راح يكون السنة القادمة، قديش العدد اللي راح يكون طلاب؟ لا قلنا يعني في الثلاث مدارس عمليا، كان في الحلان او في طه حسين او في هاي المدرسه، راح يكون العدد بين 500 ل 600 طالب. طبيعي هذا وضع طبيعي. بهاي الفرصه بدي اتشكر في ناس كثير اللي ساهمت في بناء هاي المدرسه. يعني الاول قسم الهندسي في رئاسه الاخ سليمان عثمان مشكور، المقاول ان كان اخي واخونا نزي مخول مشكور، الاخ بسام شواهني، الاخ حاتم، المقاولين العمال، كل واحد اشتغل في هاي المدرسة طبيعي شكر خاص من كل أهل سخنين لإله. لأنه إحنا حتى يعني قاعدين نشوف المدرسة نفسها جمالها، يعني مش المهم نحط بلوكات ونصفط، برضو جمال المدرسة مهم جدا للطالب لما بيجي الصبح يشوف إشي اللي دائما يتفائل فيه. فالحمد لله رب العالمين، زي ما أنا قلت في بداية حديثي، الأمور في الاتجاه الصح، الأمور بخير وبلدنا بخير. طبعا مهندس البلدية سليمان عثمان، اذا بتسمح لنا ابو محمد نحكي معه، طبعا الحديث يدور حول المدرسة النموذجية، بتعطينا ساحات ملاعب مختبرات، بتعطينا شوي عن قسم الهندسي شغلكم. طبعا كيف ذكر رئيس البلدية، انا اعتبر بالنسبة لي خاصة كمهندس بلدية انه بناء مدرسة اعدادية، مدرسة ابن خلدون، هو من اهم المرافق التعليمية في البنى التحتية اللي تبنى في بلدية سخنين في السنوات الاخيرة. الكل بيعرف مننا انه احنا بنعاني، صرنا سنوات تقريبا 7-8 سنين بنعاني من ازمه سكنيه، خلينا نسميها، في مدرسه طه حسين وفي مدرسه الحلان. انا بعتقد ان شاء الله انه في 1-9-2015 هاي الازمه راح تبدا في الحل، وراح نفتتح المدرسه بالكامل زراعي. بالكامل هاي المدرسه كيف ذكرنا سابقا في بيانات مختلفه، هي تشمل 18 غرفه تدريسيه، تشمل ايضا مختبرات، وتشمل ايضا جناح للاداره. راح تكون اول مدرسه في سخنين تسلم بجميع مرافقها، يعني لن يكون هنالك لا مختبر ناقص ولا غرف اداره ناقصه ولا غرفه تدريسيه ناقصه. قضيه تفعيل المدرسه او تشغيلها يتم حسب ما ترتئيه جهاز او قسم التربيه والتعليم. ممكن الرؤيه تاعت قسم التربيه والتعليم، كيف انا على الاقل مطلع، انه السنه القادمه نشغل 12 صف، من 10 ل 12 صف هون، على اعتبار انه صفوف السابع والثامن، الصف الثامن بعدين يطلعوا للصف التاسع،
اللي نقدر نسيطر على الوضع ونقل الطلاب بشكل طبعا جيد. انا بدي اضيف برضو انه يعني بما يخص المدينه الثقافيه او القريه الثقافيه اللي ذكرها رئيس البلديه هون. احنا في السنوات الاخيره طبعا عم نستثمر في هاي القريه ملايين الشواكل، بل عشرات ملايين الشواكل. يعني تكفي ان نقول ان تكلفه هذه المدرسه هو يبلغ في النهايه سيصل حوالي 22 مليون شاكل. كذلك عندنا استثمارات كبيره في المدرسه الثانويه، في مدرسه المتنبي، في الروضات. قريبا ان شاء الله خلال سنه 2015 وال2016 سيتم بناء برضو قاعه رياضيه في نفس المدينه الرياضيه او القريه الثقافيه اللي بنحكي عنها هون بجانب مدرسه الحكمه. سيتم البدء خلال السنه القادمه في الشارع اللي هو احنا بنسميه الشارع الحاضن او الشارع الالتفافي او الشارع انا بحبش اسميه شارع التفافي، اللي هو شارع ال24 متر اللي رايح يكون طبعا يسهل الدخول والخروج من سخنين. ففي هاي المنطقه رايح يكون في عندنا طبعا برضه رايحين نبني ان شاء الله السنه الجايه اخرى ثلاث روضات في المنطقه. رايح يكون عندنا في مدرسه ثانويه، في مدرسه اعداديه، في مدرسه ابتدائيه، في ست روضات بالاضافه للمدرسه التكنولوجيه اللي هي لاخونا وابن بلدنا ابو نزيه برضه اللي موجوده هون في هاي المنطقه. عمليا القريه الثقافيه هون مع ما ذكرناه سابقا المشروع اللي احنا اليوم بصدد تخطيطه مدينه ثقافيه اكبر على مساحه 70 80 دلم في بركه المجاري اللي احنا اليوم عمالين بنخطط فيها هسه، فرايحه تتحول هاي المنطقه فعلا لمدينه ثقافيه مش قريه ثقافيه، ورايحه تشمل لقدام طبعا قصر ثقافي، رايحه تشمل ايضا مكتبي، رايحه تشمل مرافق عديده ومتعدده. اضيف شغله اضافيه، انا سبق وذكرت قبل اسبوعين ثلاثه طبعا انه سنه 2015 رايحه تشهد حل لجميع المشاكل في جهاز التربيه والتعليم من ناحيه البنى التحتيه. في حاله ما مدرسه الاعداديه بنيت والمدرسه الابتدائيه ام كلثوم بنيت في الحي الغربي اللي اليوم انا كنت هناك، شيء يعني كل الحي الغربي رايح يشهد تطوير، حتى شوارع، حتى شبكات مي، شبكات مجاري، مرافق تعليميه، مدارس، روضات. احنا ست روضات بنينا هناك في الحي الغربي الجنوبي يعني وين عائله طرابيه خلايلي. في حاله ما احنا بنينا برضه مدرسه ابتدائيه ام كلثوم، عمليا احنا وفرنا مشاكل السير اللي بتصير في الانتقال من الحي الجنوبي لمدرسه ابن سينا، وبهيك بتكون برضه حركه السير في ساعات الصباح سالكه بشكل جيد. اضف الى كل المدرستين اللي هن بتكلفه المدرستين دول راح يصل تكلفتين حوالي 37 مليون شيكل، زائد بناء جناح اداره في مدرسه وادي العين اللي من 10 سنين تقريبا المدرسه هاي ما استوفيت. فلما قلت انا سنه 2015 راح تكون سنه خير وبركه على جهاز التربيه والتعليم من ناحيه البنى التحتيه، وطبعا ثقتي كبيره انا برضه من ناحيه التربيه والتعليم نفسه ان الجهاز عندنا بخير. فعمليا ان شاء الله السنه الجاي راح ان شاء الله رئيس البلديه واداره البلديه والبلديه بشكل عام زف بشرى لاهل سخنين انه لا مشاكل بعد اليوم ولا ازدحامات لا بغرف ولا بمختبرات ولا بساحات ولا بملاعب في جهاز التربيه والتعليم. وعندنا باكد وبذكر وبقول انه جهاز التربيه والتعليم من ناحيه بنى تحتيه عندنا احنا خمس نجوم بلوس زي ما بيقولوا، يعني ما في امور بخير ان شاء الله. نعم، مع ابو محمد يعني سؤال ايضا بالنسبه لقاعه يعني الـ الزاويه الصناعيه في المدرسه الثانويه. احنا بنعرف انه هاي القاعه مغلقه من سنوات، يعني شو معاها، شو في امكانيه انه يعني يتم بناء مكان محلها؟ وايضا سؤال اخر بالنسبه للمدرسه الزراعيه، وين محلها وشو مستقبلها؟ طلع محلها طبيعي رح تكون قاعة رياضية زي ما ذكر الأخ سليمان بتكلفة 5 مليون شيكل، ومهم جدا لما نحن بنحكي على قرية تربوية ثقافية إنه يكون قاعة رياضية، وهي الحل بيكون عندنا حل شامل لكل القضايا. بالنسبة للمدرسة الزراعية طبيعي في اتفاق إن كان من الرئيس، من الأعضاء، من النواب، إنه ولا مرة بنسكر مؤسسة، بالعكس إحنا هدفنا نفتح أكثر عدد ممكن من المؤسسات، لأنه قلت في الماضي بلد حضاري بنقاس في أهله وفي مؤسساته. فاليوم في عنا مساحة 4 دونمات بالقرب شرقي مدرسة الغدير، فهناك إن شاء الله راح ننقل المدرسة الزراعية بشكل مرتب من محلها الحالي لمحلها الأبدي في الحي الشمالي الغربي من هاي المدينة، فالأمور بخير.
إن شاء الله. بالنسبة للأستاذ محمد مسؤول ملف تربية التعليم، هل من شأن زيادة عدد المدارس الإعدادية أن يرفع مستوى التربية التعليم برأيك؟ شيء أكيد يعني. أول شيء يعني إحنا موجودين اليوم في ثالث مدرسة إعدادية موجودة في سخنين. ثالث مدرسة إعدادية معناها هي توفير حل لمشكلة لكلياتنا كأهالي لطلاب، نشهد المشكلة اللي كانت موجودة في اكتظاظ كبير جدا كان موجود في عندنا مدرستين. اليوم نقدر نقول إن شاء الله على مستوى المدارس الإعدادية وجود هذه المدرسة وافتتاحها في 1/9/2015 يعني حل لكل هذه الإشكالات الاكتظاظية في مجال التعليم في المستوى الإعدادي. أيضا الرؤية واضحة وعلى مستوى خلينا نقول نظرة عامة، كل ما كان عدد الطلاب في الصفوف أقل هذا يعني نجاعة أكثر لجهاز التربية والتعليم، وهذا هدفنا بالنهاية. هدفنا بالنهاية إن شاء الله في سخنين مع 1/9/2015 ألا يكون أي نقص في أي غرفة دراسية موجودة في سخنين. وهذا حقيقة يعني كشخص مطلع على كل الوسط العربي قلما أنك تجد بلدة عربية فيها اكتفاء ذاتي في عدد الغرف، ومعروف في الوسط العربي إحصائيات تحكي على عشرات آلاف الغرف الدراسية الناقصة على مستوى بلدات عربية في هذا المجال. نأمل أيضا يعني مع خلينا نقول افتتاح أيضا مدرسة ثانوية قريبة، مع وجود أيضا مدرسة الابتدائية الجديدة، مع النهضة الموجودة في الروضات، نأمل مع هذا كل هذا التطور البنيوي في المدارس والروضات في سخنين أنه فعلا نشهد هذا الاكتفاء الذاتي في سخنين، نستطيع أن نقول نحن على خطى خلينا نقول نحو تقدم أفضل ولمسيرة تعليمية أفضل إن شاء الله في سخنين. أستاذ محمد يعني بموضوع مضطر حقيقة في غير محله، إضراب هو زيادة في الموضوع. إحنا على اتصال مع لجنة الآباء سواء في المدرسة ولا العامة، لم يطلب أي طلب من لجنة آباء العامة بشكل عام إلا ودرسنا وقعدنا وكنا في خطوات دائما عملية. للأسف تم اتخاذ قرار فردي بدون الرجوع إلنا، بدون حكينا في هذا المجال ولنا ما لنا في الموضوع، لكن إحنا في النهاية نقف دائما إلى جانب أبنائنا إلى جانب طلابنا. ولذلك كان تعهد مننا يعني كيف بقولوا أحيانا بعض القضايا التحديد في يوم ويومين لقضية اللي استمرت إلى 3 سنين يعني في الموضوع، هذا برأيي يعني مخل النظرة العامة. نحن ولجنة الأباء والمدرسة إدارتها على اطلاع أن المواد المختبر تم خلينا نقول إن وصينا عليها في الموضوع والميزانية جاهزة، إن تأخرت يوم أو يومين هذه ليست كارثة. من يعرف ومن دخل إلى هذه المختبرات الموجودة غاد يعرف أن مختبرات 5 نجوم ومش بلوس واثنين بلوس أخرى، مختبرات حديثة جدا لا يوجد مثل هذا في الوسط العربي. إن شاء الله عز وجل عدة أيام قريبة قادمة ستكون مجهزة بكل ما يلزم، وإحنا دائما كإدارة بلدية سخنين نسعى دائما فقط لما هو مصلحة طلابنا في هذا المجال. نعم يعني عطفا على كل الأعمال البناء التي تقوم بها بلدية سخنين، رئيس بلدية سخنين وعد بقصة بلدية سخنين بعد 6 أشهر من تسلم رئاسة البلدية سينجز بناء البلدية. مرت 6 سنوات أبو محمد وكل 6 أشهر نسمع 6 أشهر قادمة والحاكم العسكري ما زال يربض على صدر أهل سخنين. طلع صدقني عزائي الوحيد من الحاكم العسكري ما كنتش أنا السبب في جيبانه لا على سخنين ولا على أي محل، بس صدقني لو قبل 6 سنين قلت لي العجز هذا كان ممكن يكون بقول لك لا، لأنه مش شايفينه يعني ولا في أي محل، بس يلا مش مشكلة مش هاي المشكلة. بالنسبة للبلدية شايف صدقني اللي معوق مش بلدية سخنين، يا ريت كنت هذا السؤال تسأله لمقاول البلدية، بس أنا بوعدك إنه من هون ل30/1/2015 كل مواطن راح يجي على هاي البلدية، اللي هاي البلدية ملك لكل مواطن، مش تابعة لا لحزب ولا لطرف، إنما لكل شخص من سخنين هاي البلدية هي بيته وهي ملكه. فصبرنا كثير لحد 30/1 إن شاء الله، بنوعدك أخ أمين أنت وكل الإخوة الصحفيين تيجوا وتقصوا الشريط معنا زائد كل الخيرين من أهل هاي البلد إن شاء الله. يعني أبو محمد أيضا هناك بشرى ستزفها أيضا لأهل سخنين بالنسبة لبناء مدرسة ثالثة ثانوية. والله هناك أكثر من بشرى، يعني البشرى الأولى أنه تجفيف مجمع المياه العادمي، وهناك عمليا نحن بنعرف في الفترة الأخيرة أنه قدرنا يصادق في لجنة التنظيم والبناء اللوائية على مساحة 196 دولم اللي منهم 80 دولم أرض خاصة و116 دولم أرض اللي قدرنا نحصل عليها من دائرة أراضي إسرائيل. فهناك برضو في تخطيط لإقامة قرية تربوية ثقافية في المستقبل، ولكن البشرى الأهم أنه إن شاء الله بلشنا نخطط في مدرسة ثانوية ثالثة
في ما يسمى مجمع البيئة أو الاتحاد المدن. فإن شاء الله قريب جدا في عنا بلشوا ناس يخططوا، وإن شاء الله قريب جدا نحصل على ميزانية لبناء مدرسة ثانوية ثالثة، وبهي الحالة بنكون حلينا برضو قصة الثانويات. فإذا أنت لاحظت أخي أمين في أكثر يعني بهاي المنطقة بالذات قصة تجفيف برك المياه العادمة كانت هذا إنجاز، لأنه بنعرف الريحة الكريهة اللي كانوا يعانوا منها نص بلد كانت تعاني منها. فهي مشكلة إنه برضو مصادقة على 196 دولم في نفس المنطقة، هاي إنجاز. والإنجاز الأكبر هو إن بلشنا نخطط في مدرسة ثانوية ثالثة.